مساء الخير. يوم جديد بيطل علينا وحلقة جديدة من Property Yours، هالبرنامج اللي بيعرفكن على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. إذا حابين تتملكوا بيت بالجبل أو بالساحل، فيلا أو حتى مكتب تجاري، تابعوا هالحلقة، خليكن معنا. فينيكس 2625 تاور بالأشرفية، بعيد دقائق عن وسط المدينة وأهم المراكز الاقتصادية والتجارية والطبية. بيتميز بتصميم حديث ولوكجري عالية، وبيتضمن شقق سكنية، مكاتب ومحلات تجارية. تاور مؤلف من 10 طوابق للسكن و20 شقة، بالإضافة لطبقين ميزانين للمكاتب والمتاجر، وخمس طوابق للستورج رومز مع 77 محل للباركينج. مساحات الشقق السكنية 195 متر مربع، ضمنهم 3 بدرومز، صالون وداينينج روم، واثنين باركينج لكل شقة. أول طابق للسكن بيتميز بتراس 80 متر مربع لكل شقة، والدوبلكسات مساحتهم 275 متر مربع. 2 elevators داخل التاور، دبل وولز للإنسوليشن، فاير ألارم سيستم، ورخام بالريسبشن أريا وباركي ماسيف بغرف النوم، بالإضافة لجيبسون بورد ديزاين ولايتينج بكل الغرف. فينيكس 2625 موقعه ببرايم لوكيشن بالأشرفية، ومودرن أركيتكتشرال ديزاين بالخارج بينعكس على الداخل. أفيلبل للبيع شقق سكنية، متاجر ومكاتب، بالإضافة لبانوراميك فيو على بيروت. فيرتيني بيفيردان، بروجكت سكني فخم ألف من 2 تاورز و 33 أبارتمنت، أما العدد الأفيلبل للبيع فهو 21. لوكيشن استراتيجي بيفيردان كاشف على فيو مدينة وبحر. تاور A مألف من 14 طابق، أما تاور B 4 طوابق. أبارتمنت سامبلكس ابتداءً من 170 ل 340 متر مربع. هاي سبيسيفيكيشنز من ضمنهم 2 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز بكل تاور، كل تاور عنده برايفت انترنس، و 33 أبارتمنت مقسمين على 2 تاورز، قسم شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق. أما بالداخل يوروبيان ماربل بالصالونات والباثرومز، وخشب ماسيف بالغرف، بالإضافة لسانيتري أوروبية، وكيتشن خشب تك مع توبريزين. كونسيلد وسنترال اي سي سيستم وهيترز. فيرتيني بروجكت بيجمع بين المودرن واللوكجري لايف ستايل بموقع استراتيجي بفيردان. 21 ابارتمنت هاي اند افيلبل للبيع، وكل شقه تابع لها اندر جراوند باركينج وستورج روم. ستارتنج برايس 4500 دولار بالمتر. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا، قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بطل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و 230 متر مربع بالإضافة لجاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و 400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية، منا عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريترز. كل أبارتمنت تابع لها 2 ل 3 باركينج بالإضافة لستورج رومز.
لويزي هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن واكسس سهل من الاوتوستراد ومعايير عمار عالميه. اما التسليم باخر صيف 2019. ميرامار 2 بروجكت سياحي فخم بيشمل لبنان تحديداً بالألمون، بعيد 50 دقيقة عن بيروت وسبع دقايق عن طرابلس. موقعه كاشف على البحر وخضار الجبل وفيو أكبر مرفق بيشمل لبنان. مؤلف ميرامار 2 من 4 بلوكس و70 أبارتمنت بالإضافة لأوتدور بول. تتراوح مساحة كل أبارتمنت من 90 متر مربع مع 2 بيدرومز وصولاً لدوبلكس 300 متر مربع مع 3 ماستر بيدرومز. مكون المشروع من 3 طوابق، جراند فلور بيستفيد من جاردن، الطابق الثاني تابع له تيراس، اما الطابق الثالث عنده روف توب مجهز ببرايفت بول مع بيس من ازاز كاشف على الليفينج روم بالطابق الاسفل. تونيل تحت الارض بيوصل ريزورت ميرامار 1 بالمشروع السكني ميرامار 2، وبامكانيه جميع السكان الاستفاده من خدمات الريزورت. من اهمهم بولز، جيم، سبا ومطاعم وانترتينمنت. سبيسيفيكيشنز عالمية بالعمار والفينيشينج. سيكيورتي ومينتننس 24/24. بالإضافة لأندرجراوند فلور مخصص للباركينج. 70% من الشقق أفيلبل للبيع والمساحات ابتداء من 90 متر مربع. ميرامار 2 لوكجري بروجكت ضخم على بعد أمتار من البحر ومأمن فيه أحدث الخدمات. أما التسليم بربيع 2018. أبارتمنتس مع سند ملكية وتسهيلات مأمنة بالدفع. رادار أكبر بروجكت أندر كونستراكشن بيشمل لبنان خاص للسكن والسياحة، بيمتد على مساحة أرض 720 ألف متر مربع وموقعه بيتربل قريب من مدينة طرابلس. جيتد كوميونيتي وسيكوريتي عالية بالإضافة لمساحات خضراء، أوتيل، مول، أوتدور ثياتر وخدمات رياضية وترفيهية. مصمم الفيلل بالمشروع من حجر وأرميد وبرايفت جاردن تابعة لكل فيلا. مساحات الفيلا المتعددة من 212 ل 589 متر مربع مع جاردنز من 550 ل 2000 متر مربع. بروجكت سكني وسياحي معمر بمعايير عالمية وبيجمع بين المودرن لايف ستايل والهندسة اللبنانية التقليدية. الميرادار بروجكت ضخم وآمن بمنطقة هادية مأمن فيه جميع الخدمات بمساحات فيلا مختلفة. أما التسليم بآخر 2018. أكد بعض الخبراء العقاريين أنه عدد من شركات ومصانع الإسمنت بالسعودية عم تعتزم إيقاف بعض خطوط الإنتاج لتخفيض طاقتها الإنتاجية بعد ارتفاع مخزونها من الإسمنت إلى أكثر من مليون طن، فضلاً عن استمرار تكدس مخزونها من كلينكر وعدم قدرتها على تصريف إنتاجها. وأضاف أنه بعض شركات الإسمنت رح توقف عدد من خطوط الإنتاج لمدة تتجاوز 3 شهور حتى تتمكن من تصريف المخزون، إضافة إلى الحد من ارتفاع المخزون إلى للتماشي مع حالة الطلب. وأشار الخبراء إلى أن خطوط الإنتاج تختلف من شركة إلى أخرى، حيث توجد خطوط طاقتها 3000 طن وأخرى 4000 أو 5000 ومنها بيوصل إلى 6000 طن حسب ساعة الخطوط التصميمية بكل مصنع أسمنت. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتير ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما فيكن تتصلوا فينا على رقم اللي عم يظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lv/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.